في العراق تصدر مواقع التواصل الاجتماعي انقطاع الكهرباء في ملعب المدينة الدولي ببغداد قبل انطلاق مباراة العراق والأردن ضمن بطولة غرب آسيا للمنتخبات الأولمبية دون 23 عام. مشاهدينا، أدى هذا الانقطاع إلى تأخر المباراة أكثر من نصف ساعة. شاهدوا معي. الانقطاع المفاجئ للكهرباء رغم التحضيرات الكبيرة للمباراة أثار التساؤلات والانتقادات حول أسباب ما يحدث في الملاعب العراقية تزامنا مع كل مباراة يجري فيها استضافة منتخب أو نادي من خارج العراق. في فيسبوك كتب عبود يقول: ما معقولة كل ما يصير عندنا حدث تصير هالمشاكل، الشغلة واضحة. أما أثير فقال في تعليق: إذا ما طفت الكهرباء شلون تعرف الملعب بالعراق؟ حساب باسم الأسمر قال: فعل متعمد، هذا الدوري سنة كاملة ما طفت الكهرباء إلا قبل لعبة العراق الأولى بالبطولة. مشاهدينا، وزارة الكهرباء وبعد الانتقادات والتساؤلات الكثيرة اللي أثيرت أصدرت بيان قالت فيه أن وزير الكهرباء المهندس زياد علي فاضل أشرف ميدانيا على جميع التحضيرات النهائية للملعب وتجهيزه استعدادا لبطولة غرب آسيا، ونوهت أيضا أن ما حصل ليس متعلق بالوزارة ولم يكن هنالك أي خلل بمغذيات الملعب الرياضي. ولفتت أن لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم تنص على أن يكون تشغيل الملاعب الرياضية بجميع الدوريات والبطولات أثناء المباريات على المولدات الكهربائية.